السلام عليكم. محاضرتنا ضرب المتجهات. ضرب المتجهات عندنا نوعين من الضرب، عندنا ضرب النقطي الدوت برودكت، وعندنا الضرب الاتجاهي اللي هو كروس برودكت. شنو الفرق ما بين الضرب الاتجاهي والنقطي؟ النقطي الدوت برودكت، اولا القانون مالتنا اللي هو V1 ضرب V2، والرمز مالته هو نقطه، فحيكون عندنا V1 ضرب V2 حيكون طول V1 في طول V2 في كوساين الثيتا، إذا جيب تمام الزاوية. لو ناخذ مثال، فرضا انه انطانا بالمثال ما اجانا زاوية، شلون اجد ال V1 ضرب ال V2 بالضرب النقطي؟ إذا عندنا مثال يقول V1 يساوي لنا 3i زائدا J ناقصا 2K، وال V2 هي 5i زائدا 3K. find V1.V2، يريد هنا الضرب النقطي بالسؤال. الضرب النقطي هو من ميزته انه يكون بدون IJK، يعني يكون لازم الناتج مالتنا نقطة. حنيجي نضرب الاي ويا الاي، هنا 3 ويا الخمسة 3 في 5 بدون ما احط الاي، اشارة زائد بيناتهم. الجي هنا عنده قيمته 1، هنا ما كاتبين جي، اذا قيمته 0، فحيكون عندي 1 في 0، الإشارة بيناتهم زائد وبدون جي. ناقصا 2 أضربها في 3، فحيكون عندي ناقصا 2 في 3 وبدون كي. دائما نحاول نحط ما بين الأرقام نجمة حتى يكون مفرقة عن البوينت، فحيكون عندي 3 في 5 15، 1 في 0 0، سالب 2 في 3 6. لو نجمعها يصير عندي 15 ناقصا 6، دائما ناخذ اشارتي الكبيره ونطرح، حيكون عندي الناتج 9. نجي على الكروس برودكت. الكروس برودكت هذا هو القانون مالته، الرمز مالته هو اكس، حيكون عندي طول V1 في طول V2 في ساين الزاويه. هذا الفرق ما بين الدوت والكروس. لو ناخذ نفس المثال اللي اخذناه بالدوت، إذا عندي V1 يساوي لنا 3i زائدا J ناقصا 2K، ال V2 حيساوي لنا 5i زائدا 3K، نفس المثال السابق، بس المطلوب هنا find V1 cross V2. هنا ما رأي ضرب نقطي، رأي ضرب اتجاهي. الضرب الاتجاهي هنا حنستخدم المصفوفة، والمصفوفة أخذناها في موضوع شلون نجد المصفوفة في موضوع المصفوفات، فحيكون عندي V1 في V2 لازم أسوي مصفوفة. دائما الصف الأول بالضرب الاتجاهي لازم أحط IJK، دائما بالصف الأول أحط IJK. الصف الثاني دائما حيكون قيم V1 اللي هو 3 1 سالب 2، 3 1 سالب 2. V2 هنا حيكون هو الصف الثالث اللي هو عبارة عن 5 0 3. مثل ما تعلمنا موضوع المصفوفات، حنطلع الصف الأول والصف الثاني برا المصفوفة ونبدي نضرب الأقطار. نبدي دائما قلنا من القطر الرئيسي، فحيكون عندي I في 1 في 3 حيكون عندي 3i، J في سالب 2 في 5 حيكون عندي سالب 10J، K في 3 في 0 حيكون عندي 0K. هذا هو القطر الرئيسي. ناقصا هذا ما القانون، القطر الثانوي اللي يبدينا من نهاية المصفوفة اللي هو K في 1 في 5 حيكون عندي 5K، I في سالب 2 في 0 حيكون عندي 0i، J في 3 في 3 حيكون عندي 9J. هسه حننزل هذا القطر الرئيسي كله، حينزل كما هو، وحننزل حندخل إشارة الناقص على القوس الثاني، فحيكون عندي هنا ناقص بالموجب حيكون عندي ناقص، هذا الصفر ما حاجة بعد أكتبه، الناقص بالزائد حيكون عندي ناقص. صارت عندي هذه القيم. حناخذ المتشابهات، أول شيء حننزل الآي بالسرة، 3i تنزل ماكو مشابه وياها، عندي ناقصا 10J ويا ناقص 9J حيصير عندي ناقصا 19J، والكي ناقص 5K نزلت. إذا حنشوف هنا ناتج الضرب الاتجاهي حيكون متجه بـ IJK، أما الضرب النقطي فحيكون عبارة عن رقم. عندنا مثال هنا change each point in the plan to a vectors and draw it، غير أو بدل كل نقطة في المستوي إلى متجه
وارسمه. طبعا العكس اكيد صحيح، ممكن يجيك العكس. عندنا المثال هو 2 3 نقطة سالب 3 0 0 سالب 5 1 سالب 1. هذا اكيد 2 دايمنشن، اخذنا 2 دايمنشن حتى الرسم يكون كلش سهل علينا. فحيكون عندي النقطة الاولى هي نقطة X والنقطة الثانية هي نقطة Y. لو نحولها الى متجه فحيكون عندي 2 اخلي يمه شنو؟ اخلي يمه I. الثلاثة اش اخلي يمها جي، لانه هذا على محور X وهذا على محور واي. النقطة اللي بعدها سالب 3 0، فحيكون عندي المتجه الثاني حيكون عندي سالب 3 اي وصفر جي. تكتبها او ما تكتبها الصفر ماكو مشكلة، يعني ممكن تقول هو سالب 3 اي وبس. عندي النقطة اللي بعدها صفر سالب 5، يعني على محور اكس ما عندي اي نقطة صفر، وسالب 5 على محور واي. فحيكون عندي المتجه الثالث هو عبارة عن صفر اي ناقصا 5 جي مثل ما اتفقنا. ممكن انه ما نقول او ما نكتب الصفر اي. النقطة الاخيرة عندي واحد سالب 1، فمن اجي احطها على المتجه حيكون عندي الواحد هو واحد اي ما حاجة نكتبه ناقصا جي. لو هذا كلها امثلها على المحاور، محاور الاكس والواي على 2 دايمنشن مثل ما اتفقنا. النقطة الأولى هي 2 3، فحيكون عندي 2 على محور X 1 2، 3 على محور Y 1 2 3. إذن هذه هي النقطة، نوصلها بمتجه حسميه V1. المتجه الثاني هو سالب 3 0، إذن سالب 3 على محور X بس بالناقص 1 2 3. محور Y ما بي، إذن هذا هو المتجه، هاي النقطة وهذا هو المتجه الثاني. المتجه الثالث هو 0 X سالب 5 واي، فحتى يكون عندي صفر بالاكس ماكو وسالب 5 اذا جوا على محور واي بالسالب. المتجه الاخير 1 اكس سالب 1 واي، سالب 1 اكس هذا هو ال 1 اكس والسالب 1 واي، هذه النقطه وهذا هو المتجه الاخير. ممكن يكون العكس، ممكن اجيب لك اياها بشكل معاكس، يعني اجيب لك المتجهات واريد منك النقاط. شكرا لكم.